لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم الشمس والهلال مقترنين في منزل الحب، وده بيديهم ثقة بالنفس رائعة، وهيقدروا ان هم يكونوا مؤثرين جدا في الجنس الاخر. عندهم طاقة عاطفية هايلة، لو مش مرتبطين ممكن يكون عندهم فرصة حلوة للارتباط. عندهم كمان وضوح في التعامل مع الاخرين، فيقدروا يحققوا نجاح في الشغل ويكسبوا ثقة الاخرين في العمل. النهاردة كمان لو عندهم أولاد ممكن مواليد الميزان يحققوا تفاهم أكبر مع أولادهم ويوطدوا علاقتهم بيهم، ولو مرتبطين عاطفيا هيكون عندهم توطيد للعلاقات العاطفية.